مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. رح أكون وياكم أنا الدكتورة نور محمد علي، طبيبة اختصاص. نناقش ببرنامجنا عدة مواضيع صحية وطبية مختلفة، نستضيف أيضا أطباء اختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية ومسؤولين من وزارة الصحة حتى نناقش منجزات وزارة الصحة. تقدرون تتواصلون ويانا إذا كان عندكم أي مقترح أو شكوى أو أي مناشدة تحبون توصلوها لوزارة الصحة، هذا البرنامج راح يكون نافذتكم على وزارة الصحة. نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا، اليوم ويانا بالاستوديو الدكتور وسيم جيلان شاكر، طبيب اختصاص طب المجتمع ومعاون مدير برنامج مكافحة التبغ في مركز السيطرة والوقاية من الأمراض غير الانتقالية في دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. بداية خلينا نتعرف على الجهاز التنفسي في جسم الإنسان وما هي مكوناته. الجهاز التنفسي من الأجزاء المهمة في جسم الإنسان، اللي يحتوي بداية من الأنف والحنجرة ودفدي القصبات الهوائية والرئتين، وينتهي القصبات الهوائية بالحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية هذه هي تأخذ الأكسجين من الجو، توصل ذرات الأكسجين وتعطيها للدم وللجسم، وتطرح ثاني أكسيد الكربون في تطرح ثاني أكسيد الكربون يتخلص من عدة جسم من هذه الغازات يعني غير مفيدة. تأخذ الأكسجين والغاز المفيد وينقل الدم هذا الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم. دكتور خلينا نتحدث الآن عن تاريخ التدخين، كيف بدأ التدخين، كيف عرفه الإنسان وكيف وصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ نعم، أول من عرف التدخين هم الهنود الحمر. في القرن الثاني عشر بداية كانت الهنود الحمر كانوا يعني يعرفون هذه الطرغة فيحرقوها، وجلسات مسائية يحطون هذه النبتة بالنص ويلتمون دائما مدارها ويحرقون هذه النبتة، هذه يعني تشعرهم ببعض الراحة أو بعض هذه الأمور، فكانوا ينجمعون ليلا ويعلقون هذه النبتة ويستنشقون الدخان من الكبر بشكل شعلة واحدة وهم يجمعون. كولومبوس يعني مثل اكتشف هذه المادة، وبدأ نقلها من أمريكا إلى أوروبا، وبدأ بعدها نيكوت سوى فتح مصنع للتبغ، وأصبحت هذه التجارة رائجة منذ القرن الثاني عشر الميلادي. نيكوت اللي لذلك سمت بنيكوتين، نيكوت اللي هو بدأ أول مصنع فتحها في أوروبا لهذه المنتجات، منتجات التبغ، وبدأ يسوق لهذه المنتجات وإلى أكثر شيء إلى الدول النامية، يعني أكثر بدأ السوق رائج أكثر في الدول النامية أكثر من أوروبا هي نفسها. دكتور خلينا نعرف اليوم متابعين عن كيميائية التبغ، ما هي مكوناتها الكيميائية وكيف يأثر على صحة الإنسان؟ نعم، النيكوتين يحتوي على 7000 مادة سامة، ومن هذه 7000 بها مواد مسرطنة. يحتوي على النيكوتين اللي هو كم يعني مادة، ويحتوي على الزرنيخ أي سيجارة. إحنا لو عندنا صورة لتشريح السيجارة نشوف نحن تحتوي على 7000 مادة، وهذه أغلب هذه المواد هي سامة ومسرطنة، فتحتوي على الزرنيخ، تحتوي على الكاديوم. الزرنيخ اللي هو نعرفه إحنا كمادة سامة، الكاديوم موجود في البطاريات، بطاريات السيارات وبطاريات المواد نستخدمها في تنظيف المراحيض، مواد حتى مواد وصلت إلى مواد يمكن استخدامها كمتفجرات. فكل هذه المواد كتشريح السيجارة نشوفها في السيجارة هذه، كل هذه المواد السامة، وبالإضافة إلى الانبعاثات اللي تصدر من هذه السيجارة أو المنتجات عموما، سواء كانت السيجارة أو النرجيلة أو حتى السيجارة الإلكترونية، انبعاثات هذه الغازات هي انبعاثات ثاني أكسيد، أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، اللي هي هاي غازات سامة وتأثر بشكل كبير على صحة الإنسان. انبعاثات هذه الغازات من هذه المنتجات
وهي سميت هذه المنتجات مثل ما قلنا كمية عالية من المواد اللي تستخدم في البطاريات وفي تنظيفات وفي تنظيف المراحيض، وحتى بعض المواد تستخدم يعني كمواد متفجرة. نشوف كل هذه المادة في باكيت السيجار وكذلك النرجيلة. فكل هذه المواد هي مواد تأثر بشكل سلبي على جسم الإنسان. خلينا بداية دكتور نتعرف على مضار التدخين على الجهاز التنفسي، وبعدها نتعرف على مضاره على باقي أجزاء الجسم. ذكرنا قبل شوي أنه الحويصلات الهوائية والقصبات الهوائية بجهاز التنفسي. وجود مادة القطران عندما الشخص يدخن هذه المنتجات، وجود هذه المادة القطران راح يتأثر على انتقال الأكسجين للدم وطرحه لثاني أكسيد الكربون. فمثل سر شوائب أو اتساخات في القصبات الهوائية راح تأثر أو تغلق هذه الحويصلات الدقيقة الصغيرة، وحتى تأثر على الحويصلات الهوائية راح تأثر بشكل كبير على الديناميكية الطبيعية لانتقال الأكسجين وثاني أكسيد الكربون للجسم، تأثر تأثير سلبي. كذلك أنه وجود المواد السامة الموجودة في والغازات المنبعثة من هذه المواد منتجات التبغ راح يأثر على القصبات الهوائية وعلى العضلات المحيطة بالقصبات الهوائية. فتشوفين الأشخاص اللي يستنشقون هذه الدخان وهذه أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون يكون أكثر عرضة للحساسية والربو. وهذه ليس فقط على الشخص المدخن، وإنما الشخص اللي القريب عليه يستنشق، إحنا نسميه التدخين السلبي. هو استنشاق لا إرادي لدخان الآخرين. يعني أنا قاعد ويا حضرتك بهاي الغرفة، أكو شخص يدخن، أنا استنشق دخانه بس أنا ما أدخن، بس هذا يأثر، حيأثر على جهاز التنفس مالتي. فنشوف إنه الأطفال هم أكثر عرضة لهذه في مجال الجهاز التنفسي. يكون الأطفال أكثر عرضة للحساسية والربو من هذه المنتجات. احنا بنشوفنا في عياداتنا الخاصة أطفال خاصة لأقلهم الأقل من 5 سنوات، وخاصة الأطفال الأقل من سنة، وخاصة الأطفال الأقل من شهر يكون أكثر عرضة للحساسية والربو. فيجيبوا عيادات الأطفال أو عيادات أو استشاريات في المستشفيات أو المستشفيات العامة والخاصة يكونون أكثر عرضة للحساسية والربو ونوبات من الربو. فمن تسأل واحد تسأل إنه أكو أحد يدخن بالبيت، شوف يعني شوف إنه لو الأب لو الأم لو جد لو جدة يدخنون في داخل البيت، والطفل يستنشق هذا الدخان فيكون أكثر عرضة للحساسية والربو. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية مع الدكتور وسيم جيلان شاكر، طبيب اختصاص في طب المجتمع ومعاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة. أهلا بك دكتور مرة ثانية. دكتور نكمل حديثنا حول أضرار التدخين. ذكرنا أنه يسبب بعض الحساسية أو الربو، يزيد من هذه الحالات خصوصا بالأطفال. هل يزيد من قابلية الجسم على الالتهابات سواء البكتيرية أو الفيروسية خصوصا التنفسية؟ بالتأكيد أنه يأثر على جسم في تكوين الالتهابات خاصة في الجهاز التنفسي. مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل أنه يأثر تأثير كبير على جريان الهواء أو في رئة الشخص، يكون أكثر إصابة بالالتهابات. وهذه المنتجات تحمل بعض الميكروبات والفيروسات، وايضا يستعمل عندما يعني النرجيله من شخص الى شخص اخر حيكون اكثر عرضه لملامسه والاكثر عرضه لانتقال الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، وحيكون اكثر عرضه للالتهابات. وبالاضافه انه تاثر على كميه الاكسجين الواصل الى الحويصلات الهوائيه لخلايا الجسم. من يقل الاكسجين حيكون اكثر عرضه لتكون الالتهابات. بالنسبه للتاثير على باقي اجزاء الجسم، كل اجزاء الجسم تتاثر تاثير سلبي في حاله كان شخص مدخن او كان يستنشق دخان الاخرين. نبدا من العين،
يأثر بشكل كبير على شبكية العين، لأنه العين تحتوي على أوعية دموية دقيقة، فمن تنسد هذه الأوعية الدموية أو تشنج تنسد بواسطة يعني خثرة، تكون خثرة، فحيقل الدم الواصل لشبكية العين وقد يتوصل إلى مرحلة العمى، فتأثر على يعني البصر ويوصل في المراحل المتقدمة إلى إصابة الشخص بالعمى. نبدي بالأسنان، يأثر تأثير كبير على الأسنان، ورائحة فم الشخص المدخن لاحتواء الفم على فطريات معينة يكون ريحته مميزة، ليدخن فترة يعني فترة طويلة ويكون كثير استعمال منتجات التبغ يكون رائحة فمه رائحة يعني غير محببة لوجود هذه الفطريات، وكذلك انه تكون تسوس الاسنان، وهي هذه مشاكل الاسنان اكثريتها بسبب يعني تعاطي هذه المنتجات. نجي للقلب، القلب يعني سبب الوفاة في تعاطي منتجات التبغ هو السكتة القلبية أو أمراض القلب المختلفة، مشاكل الشرايين التاجية، لأنه مثل ما قلنا أنه تتكون خثرة، وهذه الخثرة إذا سدت واحد من شرايين القلب حيسبب مشاكل قلبية، يأثر على ويأثر على جميع أوعية الدم مثل ما قلنا. هاي الخثرة إذا مشت في لتتكون بسبب هذه المنتجات، منتجات التبغ، إذا افترت بجسم للدماغ سواء سكتة دماغية بالقلب، مشاكل القلب، أي أجهزة من الجسم تنقل هذه الخثرة تسد ذاك الشريان، فسبب لها مشاكل. أيضا بالساقين مرة دكتور تكون مشاكل برجر ديزيز وغيرها من الأمراض الوعية، عنده سكري، فيكون أكثر عرضة للقدم السكري والالتهابات مثل ما قلنا قبل شوي، تكون الالتهابات وقدم السكري وهذه المشاكل. نجي على العظام، يكون سبب لهشاشة العظام. نجي على القولون، مشاكل الجهاز التنفسي، وغالبية العراقيين يعانون مشاكل القولون. من تسأل أنه هو يدخن، شوفي هو يدخن أو أحد أفراد العائلة يدخن، يكون الشخص المدخن ثلاثة أضعاف إصابته بقرحة المعدة من الشخص العادي الغير مدخن، فيكون أكثر عرضة لإصابته بقرحة المعدة. نجي بقية أجزاء الجسم، على الكلية، على الجهاز البولي، على الجهاز التناسلي. الشخص اللي يدخن يكون يعني الخصوبة عنده، لأنه مثل ما قلنا قبل قليل بالعين أنه قلة الدم الواصل إلى خلايا الجهاز التناسلي، الخصوبة تقل عنده. فأول سؤال يسألون من يروح عيادات الخصوبة، أول سؤال يسألون يقول تدخن لو ما تدخن، لأنه يأثر على خلايا تناسلية ويأثر على الخصوبة. هذا بالنسبة للرجال، نفس الشيء بالنسبة للنساء. الطامة الكبرى والمشكلة اللي هسه بدأت احنا في العراق نعاني منها، انه الكثير من الاناث بدأت يتعاطى منتجات التبغ، سواء النرجيلة سواء النرجيلة الالكترونية او الشيشة الالكترونية. هذه الطامة الكبرى، وخاصة بدأت في اعمار صغيرة. من تبدي باعمار صغيرة راح يعني الفتيات والشابات يعني مشروع حمل وزواج وحمل وهذه الأمور، مشاكل الحمل والولادة إذا كانت هي تدخن أو كان زوجها يدخن أو أحد بالعائلة يدخن، حتأثر تأثير كبير على المرأة الحامل وحتى على الجنين وحتى على الشابات الفتيات، يكون اكثر عرضه للاسقاط. لثلاث امور هي تصير اكثر شيء، انه الاسقاطات، واحنا في العراق خلال السنوات الاخيره بدات الاسقاطات تزيد في العراق معدلات يعني مو قليله. من بحثوا طلاب البورد العراقي والعربي وسووا بحوث بهذا المجال، تبين ان التدخين واحد من اسباب الخطوره وعوامل الخطوره اللي تؤدي الى كثره الاسقاطات في العراق. عندنا مشكلة في العراق حاليا انه ولادة مواليد اطفال خلال هذه السنوات الخمسة الاخيرة انه يولدون ولكن وزنهم قليل، اقل من يعني الطبيعي، كيلو ونص، مرات اقل من كيلو ونص. ايضا يعني صارت بحوث في هذا المجال تبين ان التدخين واحد من عوامل
اللي الخطورة المسببة لهذه الوزن قليل الوزن. الشيء المهم اللي أيضا في عراق تزايد خمس سنوات الأخيرة أنه الولادة المبكرة. نعم. أنه بالسبعة أشهر احتمال أقل من سبعة أشهر ستة أشهر في مستشفياتنا من هم صار بها بحوث تبين أنه أيضا التدخين عامل من أحد الأسباب اللي تأثرت هذا الشيء. احنا معدلة انتشار التعاطي الطبق في العراق بدا بالارتفاع. نعم. يعني اخر الدراسات اللي صارت او اخر المسوحات اللي صارت تبين انه عراقي واحد من كل خمس عراقيين يدخنون. هسه اوكي 20% من العراقيين هم يدخنون، لكن الشيء الطامه الكبرى انه العراق من 40 الى 50% من العراقيين يعانون من التدخين السلبي. اكيد نعم. يعني هذه فد نسب كلش كبيره عالية. يعني نشوف انه اكثر من نصف العراقيين هم يعانون سواء كان هو مدخن او كان احد يدخن في الاماكن المغلقه. نعم. في البيت، في السياره، في العمل، في العمل. فنشوف انه بالعالم كله انه 8 مليون شخص يموتون لاسباب تتعلق بالتدخين. نعم. يعني هذا الرقم 8 مليون وهذا مثبت، يعني مثبت قبل بحوث اجرتها منظمه الصحه العالميه. 8 مليون شخص بالعالم يموتون بالسنه، هذا فد رقم جدا كبير. جداً. لو نجمع اسباب الوفيات الاخرى اللي وفيات بحوادث الطرق، الايدز، الحروق، العوامل الاخرى المسببه للوفاه ما يوصل الى 8 مليون، لكن نشوف انه 8 مليون شخص في العالم يموتون لاسباب تتعلق بسبب سقطه قلبيه، بسبب جلطات، بسبب هذه لاسباب تتعلق بالتدخين. هذا رقم جدا كبير. نشوف انه العراقيين اخر احصائيه اللي صارت الدراسات اللي يعني الاكاديميه وبتعاون مع منظمه الصحه العالميه لعام 2015 انه كل 20 دقيقه يموت شخص في العراق لاسباب تتعلق بالتدخين. كل 20 دقيقه. نعم. يعني هسه بدينا برنامج صارنا 20 دقيقه اكو شخص بالعراق هو مات او شخصين ماتوا باسباب تتعلق بالتدخين. وهذه الاحصائيه لعام هذا الرقم لعام 2015. نعم. احنا كخبراء في هذا الموضوع نعتقد انه حاليا في العراق كل ربع ساعه او كل 10 دقائق شخص يموت لاسباب تتعلق بالتدخين، لانه نشوف الظاهره في تزايد في العراق. انتشار الكوفي شوب، انتشار بدأت مو بس الشباب، بدأت الشابات يتعاطون هذه المنتجات. يعني اخر احصائيات اللي كانت انه اكثر الشباب اكثر يتعاطون منتجات الطبخ، لكن بدنا نشوف هسه كمظاهر نشوفها انه نشوف الشابات بدأن يتعاطون هذه المنتجات بشكل كبير، وبدأت اعمار صغيره يتعاطون هذه المنتجات. نجي بعد قليل ان شاء الله موضوع السجائر الالكترونيه. السجائر الالكترونيه بدأت تاخذ تحصد الكثير من الشابات والشابات في العراق. نعم. بسبب هذه المنتجات يعني بدأت يتعاطون. نتعرف عليها الآن. ما هي السيجارة الإلكترونية الفيب؟ نعم. وما اختلافها عن السيجارة الاعتيادية وما هي مضارها؟ احنا بالبداية بدينا بالتاريخ السيجارة. نعم. وهذه فحد وياك ونوصل للسيجارة الإلكترونية. نعم. اجدادنا كانوا تذكرين كلمة تشيسة والتتن مالته وهذه يقعد يلف وهاي الأمور. بدأت شركات صناعة التبغ بدأت السيجارة العادية. نعم. وشافت انه عرف قال العالم صارت وعي بالاضرار الصحية، بدأت نحو النرجيلة، الارجيلة. فقالت هاي الارجيلة يا بد هاي شيشة وبها مي وحيفوت بها الدخان بهاي الشيشة وبها فلتر، فحيكون اقل ضرر من السيجارة السيجارة العادية. بعدين اشاعة، لانه هاي الشركات تجني ارباح كبيرة. نعم. ترويج. نجي للارقام الكبيرة اللي هذه الشركات. نعم. فروجت للنرجيلة. فبعدين صارت البحوث المعتمدة الأكاديمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية قالت يابا انتوا وين هذه اللي يدخن نرجيلة لمدة ساعة يعادل 100 إلى 200 سيجارة. سيجارة عادية. والأضرار الصحية للنرجيلة أكثر من يعني أضرارها من السيجارة العادية. نعم. فبدأت العالم تعرف أنه هاي يعني في العراق وغير العالم كله. فبدت هاي الشركات حتى تريد تسوي ارباح وهذه بدت شافت الالكترونيات والموبايل هذه اتجهت نحو الالكترونيات وسوت السيجاره الالكترونيه والنرجيله الالكترونيه. قالت يابا انتم مو تقولون 7000 ماده سامه، انا حوخل هاي 6999 سامه ماده سامه وبقي بس النيكوتين. وهذا النيكوتين ما حيأثر على وهذا بالعكس اللي يريد يعني يقطع يقلع عن التدخين
ياخذ هاي السجاره الالكترونيه. نعم. وسويته باشكال شكل قلم، شكل هذه على شكل مساحه، على شكل فلاش، على شكل يعني باشكال والوان ونكهات، وحطت لها نكهات. نعم. نكهه الليمون، نكهه المدري شنو، يعني اصبحت محببه خاصه لدى الشباب. وبدا يتعاطى هذا حتى الميدخن ياخذ هذه المنتجات على انه وخرنا هذه وبقينا بس النيكوتين. نعم. وبدا حتى الاشخاص اللي يريد يبطل هذه المنتجات يجي يستخدم هذه الالكترونيه. وهذه شنو هي؟ هي بها سائل عصير عصير نيكوتين. نعم. وبي بطاريه وبي مسخن، هذه تسخن وهذا العصير فتنتج أبخرة، وهذه الأبخرة تكون كلش كثيفة. نعم. هي صحيح بس بها نيكوتين، لكنه تأثيرها، وبدت هاي الشركات حققت أرباح كبيرة. أكيد. مو بس. نعم. بالعراق، في أكثر الدول النامية. نعم. العراق واحد من الدول النامية يعني. نعم. وبدت هذه الشركات حققت أرباح كبيرة. نعم. وما بداها هو يعني مخترع صيني عام 2004، وبعدين نقلها بدأت هذه المصانع تنتج في أماكن متعددة، وبدأ عام 2012 يروج بشكل كبير لهذه المنتجات. نعم. وبدأت يعني مثل الإنشاءات، حتى أكو ناس مستفادة من مثل هذه المنتجات وتحقق أرباح. لكنهم الدراسات بدأت من منظمة الصحة العالمية، بدأت المؤسسات الأكاديمية الرصينة. نعم. سوي بحوث تبين أنه هذه السجائر الإلكترونية والأرجيلة الإلكترونية أكثر تأثير على صحة الإنسان من الأرجيلة العادية ومن السجائر العادية. نعم. قالوا يا ترى هاي حتكون أكثر إدمانية. نعم. لأنه حتدمن على النيكوتين، أنت بس صحيح بس نيكوتين، لكنه حيصير إدمان أكثر، إدمانية أكثر، يكون مركز نوعا ما، وسمية أكثر. نعم. يعني حتكون مركز وحتكون سمية أكثر. نعم. وبدأت بعض البحوث يعني تبين أنه تكون سائل زيتي في رئة الإنسان. نعم. وبدأت تسجل بعض الوفيات في أمريكا وفي كندا بسبب هذه المنتجات. قالت يابا ترى بالعكس، ترى هذه إشاعات من شركات صناعة التبغ، ترى هاي العكس، ترى هالمرة يعني أكثر سمية وأكثر إدمانية وأكثر يعني على صحة الإنسان من السجائر العادية والأرجيلة العادية. نعم. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. دكتور، نكمل حديثنا حول التدخين والتبغ ومشاكله الكثيرة. نعم. خلينا نعرف شلون يبدأ الشخص بأخذ هذه المواد، السيجارة الأولى شلون يتعرف عليها وأصدقاء السوء وهاي المعلومات. أصدقاء السوء. نعم. يعني هي يعني مشكلة خاصة في الفترة الأخيرة، بدأوا اليافعين والشباب في سن صغير يتعاطون هذه المنتجات. احنا في وزارة الصحة وفي كل الوزارات تعمل بجهود، لكنه في المقابل اكو جهود لشركات صناعة التبغ وتتجني ارباح كبيرة خاصة في الاسواق العراقية. تشوفين الاسواق العراقية غرقانة بهذه المنتجات، جزء قليل من عدد يدخل عن طريق المنافذ الحدودية وتفحص ضمن المواصفات القياسية الصادرة من جهاز تقييس السطر النوعية، تدخل بطريقة مشروعة عن طريق منافذ حدودية. لكن هو الطامة الكبرى أنه أغلب هذه المنتجات تدخل للعراق بطرق غير مشروعة. نعم. يعني خلينا نقول واضحين، عن طريق التهريب. التهريب سواء بمنافذ غير يعني غير الرسمية، أو حتى تدخل بالمنافذ الرسمية لكن بطريقة غير مشروعة. فهذه المنتجات يعني هذه الشركات غرقت الأسواق العراقية، لأنه الأسواق العراقية وتتلعب في أدوار مرنة وأدوار ربحية كبيرة، وتتجني آخر دراسة بينت أنه العراق ينفق يوميا على شراء منتجات التبغ 2 مليون دولار باليوم الواحد. باليوم الواحد يعني من حسبها بالعراق تطلع 3 مليار دينار باليوم الواحد. وهذه دراسة يعني دراسة رسمية صادرة عن وزارة التخطيط. نعم. بالعام 2021، ماشي يعني احنا الدراسه الموجوده لجو خبراء في منظمه الصحه العالميه كانت 2015 وقالت 2 مليار دينار. نعم. بال 2021 قالت 3 مليار دينار العراق يوميا ينفق على شراء منتجات التبغ. اغلب هاي الشركات هي خارج العراق، يعني كل هذه المبالغ نحسبها
3 مليار دينار باليوم الواحد من حسبها بالسنه يطلعنا فرقم جدا كبير. نعم. واحنا العراق نعاني من هواي مشاكل، مشاكل الفقر والبطاله وهاي مشاكل الكثيره، يشوف انه هذه المبالغ الكبيره اللي يوميا تخرج خارج العراق بالعمله الصعبه لشراء هذه المنتجات. نعم. لانه اغلب الشركات هي هاي الكبيره هي خارج العراق، احنا موجود في العراق هو مصنع سومر اللي هو فد خط انتاجي صغير بالنسبه لهذه الشركات. نعم. دكتور عفوا، هل من اجراءات حكوميه لردع هذه الظاهره وهذه المبالغ؟ نوصل. نعم. ان شاء الله. نشوف انه هذه المبالغ الكبيره وهذه الشركات تاخذ خطوات مرنه. يعني تحبب هذه المنتجات للشاب او المراهق او اليافع في العمر الصغير. قدم له هذه المنتجات قد تكون مجانية أو بأسعار رخيصة. نعم. احنا باكيت جاير أرخص دولة في العالم هو باكيت جاير سعره 500 دينار أقل من دولار. نعم. ماكو دولة بالعالم سعر جاير بهالسعر هذا. زين، وأغلبها تدخل بطرق غير مشروعة. ما نعرف شنو مكوناتها. نعم. شنو حاطين بيها. احنا سمريد نحكي في امور اخرى حاطين بها اشياء اخرى، وهذه خلينا هسه في موضوع المنتجات التبغ. نعم. اكو بها حشيشه والمخدرات، هذا موضوع هسه خليه، بس خلينا هسه بس التبغ. نعم. هذه من تخضع للسيطره النوعيه، بها نسبه قطران معينه، نسبه رطوبه معينه، ايش قد نسبه النيكوتين، ايش قد هذه، هاي اذا خضعت للسيطره النوعيه، بس المشكله انه اغلب هذه كل هذه المنتجات خلينا نقول يعني واضحين انه اغلب هذه المنتجات هي تدخل بطريقه غير مشروعه، مدى نعرف شنو اللي بيها. نعم. مكوناتها ما مفحوصه من قبل تقييس الصيدله النوعيه. فهذه المنتجات في الاسواق العراقيه بسعر رخيص، يقدر المراهق اللي هو يوميته اكثر من هذا الرقم يشتري له باكيت او باكيتين. نعم. كاصدقاء سوء او قدمت له مجانا كهدايا او هذه، من يبدي يتعاطى هذه المنتجات حيكون مدمن عليها. من يبدي المراهق او الشاب في عمر صغير بيتعاطى هذه المنتجات في عمر صغير، فهذه الادمانيه ما راح تبقى لعمره كله. نعم. وصعوبه بعد صعوبه خدمات الاقلاع عن التدخين انه يقلع عن التدخين، من يبدي في عمر صغير راح صعب انه يقلع عن هذه المنتجات. فهذه الشركات هي تستثمر ارباحها انه سعر رخيص وسهله الوصول اليه، يعني موجود في كل مكان في كل الاكشاك. في الاب يدز ابنه عمره 5 سنوات يجيب لي جراير من هذه. صحيح. ابو تكان يبيع له بغير مكان بدول العالم، لا الا 18 سنه قلنا. نعم. احنا ما عندنا هذه. يريد هذا الطفل عمره 5 سنوات بالطريق خلى نفس وخلى جيجاره، او نشوف انه حتى احنا يعني الاب من يقعد ينرقل بالبيت نشوف انه الطفل عمره 7 سنوات 8 سنوات خلى نفس. وهذه نشوف بعض الصور اللي على الانترنت، وهذه العائله تكيف انه ابنها حط نرقيله كانه فد يعني فشي يعني محبب، وهذه بالعكس ياثر على صحة الطفل. نعم. فنيجي لليافعين، اليافعين من بدأ في عمر صغير حيكون مدمن. ممكن نكمل كلامنا بعد الفاصل؟ ممكن. متابعينا الكرام نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. مصنع الصحة الوطني هو مصنع بالشراكة مع إدارة العيادات الطبية الشعبية، يقوم بإنتاج محاليل غسل الكلى ومحاليل البريتونيال دياليسيس وبعض المستلزمات الطبية. الآن بدأنا بخطة لتطوير المصنع لإنتاج المواد والأدوية البايو سيميلر. الحقيقة هو يعد طفرة نوعية للصناعة الدوائية العراقية، وكذلك توفيره مهم جدا للمرضى، حيث يعاني العراق من شحة كبيرة بهذه المواد. إن شاء الله تعالى بشكل قريب وعاجل سوف نقوم بعملية إنشاء المصنع وتطويره بشكل كامل. الآن وضعنا كل الخطط، وكذلك بدأنا بالخطوة الأولى وهو إعادة التعبئة والخطوات اللاحقة التي ستكون مصادقة المخططات وكذلك استيراد خطوط الإنتاج. أهلا بكم متابعينا.
دكتور وسيم نكمل كلامنا، تحدثنا عن التدخين ومضار التدخين وانواعه وكل هاي التفاصيل. اليوم متابعنا شاف حلقتنا وراد يقلع عن التدخين، ما هي مراحل الاقلاع عن التدخين وكيف تتم هذه المراحل؟ هل عندنا مراكز بالعراق خاصه بهذا الموضوع؟ كلام صحيح، انه يجون مراجعين الى مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. يقول اي يابا انا عرفت هاي يعني وعيتوني وعرفت انه هاي الاضرار، هاي الاضرار الصحيه وهاي الاضرار الاقتصاديه وهاي الاضرار الاجتماعيه للتدخين والبيئيه. احنا ما طلقنا على البيئيه، يعني هواي حرائق صارت من سبب السجائر، وهواي يعني تعاطي هذه المنتجات مثل ما كنا احنا بدنا نحرق الاكسجين، واحنا يعني تلوث البيئه، واحنا اصلا بامس الحاجه للاكسجين. يعني اكو هواي انعدام المحروقات اللي من السيارات، الانعدامات والمولدات وكل هذه، بدنا نحرق الاكسجين ونطرح ثاني اكسجين، نجي فوق هذا كل هذا القهر الاكسجينات الباقيات بالجو نحرقها ونطرح ثاني اكسيد الكربون. المناطق التصحر والمناطق الخضراء مثل ما كنا ناخذ بالابتدائيه، انه المنطقه الشجره تسحب اول اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون تطرح الاكسجين. احنا بعد ماكو شجره، كلها تصحر صارت وهذه، فاحنا ماكو، هو اصلا قليل الاكسجين، فاحنا نجي نحرقه ونبعث انبعاثات سامه، اول اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون. نرجع على موضوعنا، فيقول شخص ياباني هاي كلها عرفتها، هسه انتم شلون تساعدوني على الاقلاع عن التدخين؟ هذه هي يعني يبدي فد سكجول معين او ريجيم معين، انه يبدي العامل الصحي في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه يبدي ويا الشخص اللي يبدي يقلع عن التدخين، يكون يعرف هو كم باكيت ياخذ باليوم سيجاره الكترونيه لو ارجيله ياخذ، ايش قد صار له 20 سنه 10 سنوات، يعني انه مثل ما تعرفين انه هاي الفتره الزمنيه ايش قد بدا يدخن، بدا يدخن يعني عمر صغير يافع، وهذه هذه هم اكيد لها فد سكجول معين. يعني يبدي انه المقدم الخدمه الصحيه يعرف من الشخص انه كل هذه التفاصيل، ايش قد بدا بالتدخين، ايش قد صار له يدخن، كم باكيت باليوم، هو اكو فد يعني ستاندر عالمي لهذا الشيء، يبدي وياه عاد يبدي بمراحل التدخين. مراحل التدخين يبدي كممارسه الرياضه، يبدي وياه انه يعطي نصائح عن ممارسه الرياضه وايش قد الوقت لهذه يحتاجه لممارسه الرياضه، حتى يعني ما يحتاج جسمه الى النيكوتين وهي المواضيع. يبدي وياه فد رجيم غذائي، يعني ما هي الاغذيه اللي حيتناولها بحيث لا يحتاج الى النيكوتين وهذه المواضيع. ويبدي احنا يمكن رادنا فد حلقه كامله لهذه المواضيع حتى نطلق شنو الاغذيه اللي يتناولها الشخص حتى من يبدي يقلع عن التدخين، حتى ما يكون جسمه محتاج الى النيكوتين والى هذه الامور. ويبدي ويا هذه والسلوكيات، اكو علاج سلوكي وعلاج بهذه المواضيع، ثم يبدي وياه بالعلاج الدوائي. علاج الدوائي هي موجوده معوضات النيكوتين اللي هي موجوده كعلكه وكلزقه وكحبوب. اذا كان يعني مثلا يدخل صالفه فتره قليله و يعني نص باكيت باليوم او جيكارتين باليوم، هذا يبدي شغلات بسيطه كعلكه مثلا. لا اذا الموضوع صار له فتره طويله وعمر صغير، لا هذا علكه ولزقه. واذا كان لا يعني فد 20 سنه يدخن وثلاث باكيتات باليوم، هذا لا، هذا يبدي حبوب. وهذه هي بها يعني طريقه دوائيه قد تستمر لمده شهرين، بالاسبوعين الاول يبدي بهذه معوضات النيكوتين ولكنه يستمر بها تدخين خلال اسبوعين، لكنه بعد الاسبوعين يقطع يعني هذه منتجات التبغ سواء كانت السجاره العاديه او النرجيله او السجاره الالكترونيه، ويكمل وهذه وايضا الدوزات همات بها فد جدول معين. طبعا شكرا جزيلا للمعلومات القيمه اللي قدمتها حضرتك اليوم بهاي الحلقه، وفعلا حلقه واحده لا تكفي لهذا الموضوع المهم خصوصا مجتمعنا العراقي. ان شاء الله نلتقيكم بحلقات قادمه ان شاء الله.
متابعينا الكرام، شكرا للمتابعة، إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا الدكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج. إلى اللقاء.